لن أسامح أبدا أخي التوأم الذي هجرني لست دقائق في بطن أمي وتركني هناك وحيدا مذعورا في الظلام، عائما كرائد فضاء في ذلك السائل اللزج، مستمعا إلى القبلات تنهمر عليه في الجانب الآخر. كانت تلك أطول 6 دقائق في حياتي، وهي التي حددت في النهاية أن أخي سوف يكون الابن البكر والمفضل لأمي. منذ ذلك الوقت صرت أسبق بابلو في الخروج من كل مكان، من الغرفة، من البيت، من المدرسة، من القداس، من السينما، مع أن ذلك كان يكلفني مشاهدة نهاية الفيلم. في يوم من الأيام التهيت، فخرج أخي قبلي إلى الشارع، وبينما كان ينظر إلي بابتسامته الوديعة صدمته سيارة. أتذكر والدتي لدى سماعها صوت الضربة هرعت من المنزل ومرت من أمامي راكضة تصرخ باسمي، ذراعاها ممدودتان نحو جثة أخي. أنا لم أصحح لها خطأها أبدا. رافائيل نوبوا قاسم، إسباني.